محطتنا اليوم مشاهدينا من أقدس مكان على وجه الأرض، من المسجد الأقصى المبارك. تعالوا معنا في جولتنا لنستمتع إحنا وياكم في أجواء الرمضانية. عن زيارتك للمسجد الأقصى المبارك. والله زيارة منيحة الحمد لله رب العالمين. أول جمعة عشان بكأنا في تصريح، قدمنا تصريح عن طريق بلدية سفنجل، ومن 700 اسم كبلوا 270 اسم وظل أسامينا على المعبر. جيت أول جمعة روحت، يعني رجعوني، يعني أنا صرت مرتين لحد الآن، يعني في الأيام العادية بدخلونا بس جمعة وسبت بدخلوا ناس. شو بتحب تحكي للمشاهدين من قلب المسجد الأقصى المبارك؟ والله أنا يعني إن شاء الله يعني إن نظل مرابطين ليوم الدين، ومش بس تابعين الكود، ديروا بالهم على الكود، على الكبة وعلى الأقصى. لازم كل الأمة العربية الإسلامية تدير بالها على الأقصى، ودائما تشد الرحالة على الأقصى، مش بس في رمضان، في رمضان وغير رمضان. احكي لي عن الأجواء وزيارتكم للمسجد الأقصى المبارك. والله هو احنا دائما اهل الضفه وكلنا محرومين من احنا، بس احنا فوق الخمسين يعني من عدي ومنجي على هذا، بس باقي الصبايا والشباب كلهم محرومين يعني، الا اذا بيطلع لهم تصريح، لما يطلع لهم تصريح. والحمد لله رب العالمين، ربنا اكرمنا في رمضان وجينا يعني زرنا المسجد الاقصى، الحمد لله رب العالمين. كيف لقيتوا الاجواء وطريق الوصول لهون ما قبل الوصول للمسجد الاقصى؟ كيف كان الطريق؟ واحكي لي عن الاجواء. لا والله احنا الحمد لله مسهله معنا، عدينا الطريق العاديه والحمد لله. الاجواء براد اليوم والحمد لله ما تعبناش من مره الحمد لله. شو بتحب توجهي هيك رساله للمشاهدين من خلالنا من قلب المسجد الاقصى المبارك بالشهر الفضيل؟ والله انا بحب اوجه انه يعني اللي بيقدرش يطلع يطلع على المسجد الاقصى، اللي بيطلع له تسريح وإشي، وانه يجي يزور المسجد الاقصى. بس واللي ما بيقدر يعني ربنا يكرمه ويطعمه زياره المسجد الاقصى، ونضل رايحين جايين على المسجد الأقصى، نضل دائما إحنا مرابطين فيه ونخليه دائما يكون عامر في الناس وفي المسلمين، لا بلاش يفضى إنه يكون. وبعد رمضان أتمنى يعني إنه بعد رمضان يضلوا الناس كمان يضلوا يروحوا ويجوا أهل القدس، إنهم اللي بيقدروا يضلوا يزوروا الأقصى يضلوا يزوروها ويضلوا مرابطين فيها، وإحنا اللي فوق الخمسين اللي إحنا بيسمحوا لنا نعدي على الأقصى نضل نروح ونجي، ربنا يطعمنا الصحة ونضل نروح ونجي عليها. وأنا بشجع كل العالم إنها تيجي على الأقصى، اللي معي تسريح ما يخليهوش يعني على الفاضي، يجي ويزور الأقصى ويتمتع فيها ويصلي فيها التراويح، يجي والله ما شاء أجرها وثوابها. شو الفرد ب500 يعني. احكي لي عن زيارتك للمسجد الأقصى المبارك، كيف الأجواء؟ والله الحمد لله بخير، إن شاء الله ربنا ينصره بخير، الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله أنك كويس ربنا الأقصى، وربنا يعيد بخير عليهم، وربنا يهدي بالهم، وربنا ينصرهم وفيهم شر عباد الله، وربنا يعني إن شاء الله رمضان كريم عليهم، وإن شاء الله صيام مقبول. عن زيارتك للمسجد الأقصى المبارك اليوم. زيارتي للمسجد الأقصى يعني مش مسألة أغلى ما يكون في حياتي في عمري. المسجد الأقصى عبارة يعني الله سبحانه وتعالى اللي بارك فيه، المكان سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، يعني مبارك من الله سبحانه وتعالى. فهذا المسجد يعني لازم يشدوا الرحال إله، وكونوا في واجبهم، كل واحد يكون في واجبه بشد الرحال إله، وإلهم ثواب وإلهم أجر وإلهم سوى. بعدين هذا إشي يعني الأقصى يعني عبارة عن شرف عنده، عرض عنده، عقيدة عنده، يعني مش بسيط.
مش بسيط، هو أولنا يعني وآخرنا، هو مثابة يعني عقيدتنا وديننا ومراسوين، وإحنا كشعب صابر صامد مرابط يجب أن نكون يد واحدة وقلب واحد. قد ايه مبسوط في زيارة المسجد الأقصى المبارك؟ مبسوط مش شوي كثير، وأنا أتمنى كل يوم أجي هنا، كل يوم أتمنى أجي هنا. عن الافطارات واجواء الافطارات في المسجد الاقصى. يعني هي اصبحت حاله معتاد عليها من 10 سنين او اكثر، انه نفطر الناس من المسجد الاقصى المبارك، الزوار اللي جايين من فلسطين من اقصاها الى اقصاها، من الزوار من الخارج بنهتم في تقديم وجبات الطعام لهم والشراب، ومنكون لخدمتهم لخدمة هذا المسجد، ومنحس بشهر رمضان تحديدا منحس بتحرير كامل إلى المسجد الأقصى المبارك. فيعني الحمد لله إن شاء الله دائما وعلى مدار السنين بيكون هيك، المسجد الأقصى مليان في الناس وبالوفود اللي بتيجي من برا، وانت شايفة كيف يعني هون مائدات الطعام كيف كلها مليانة والناس فرحانة، وإحنا منحس حالنا مقصرين حتى في خدمة الناس. ونسأل الله عز وجل أن يكون السنة القادمة يكون المسجد الأقصى محرر بإذن الله، ونقول لكل الداعمين للمسجد الأقصى مزيدا من العطاء وشكرا لكم. احنا هون صاروا يعرفوا الناس انه من بعض السنين انه بيجوا على المسجد الأقصى فارغي الأيدي، لانه احنا بنهتم بإطعامهم في المسجد الأقصى المبارك كمقدسيين كأبناء البلدة القديمة تحديدا. نحن نعتبر انه كل زائر جاي علينا لهون انه جاي علينا خص، واحنا بنهتم فيه وله الواجب علينا. يعني الرساله لكل العالم، والله ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن لرؤيه هذا المسجد تحت الاحتلال، ونسال الله التحرير، ونسال الحكام العرب كمان انه يكونوا هم ايد واحده ويوقفوا معنا، وان شاء الله خير. اللهم فك اسرى معتقلينا يا الله، اللهم فك اسرى مسرانا يا الله، اللهم اعتق رقابنا من النار يا الله، اللهم حرر المسجد الاقصى يا الله، اللهم حرر اقصانا يا الله، اللهم حرر اقصانا يا الله، اللهم ارحم شهداءنا يا الله، اللهم اشفي جرحانا يا الله. احكي لي عن التواجد زيارة يعني المصلين من جميع المدن الفلسطينية للمسجد الأقصى المبارك في الشهر الفضيل. يعني حقيقة أجواء في شهر رمضان وخاصة هذه الأيام أجواء جميلة جدا، هناك تجمع من الكل الفلسطيني من الضفة الغربية، هناك أنا رأيت ناس من قطاع غزة، من الداخل الفلسطيني، من القدس، الكل اجتمع في المسجد الأقصى المبارك، أولا طاعة لله سبحانه وتعالى وتعبدا وزيادة في الأجر والثواب
لأن الصلاة هنا ب500 صلاة وفي روايات أخرى بأكثر من ذلك. أنا يعني ألمس حقيقة الارتياح الكبير والطمأنينة والسكينة في نفوس أهلنا المصلين الوافدين إلى المسجد الأقصى المبارك، وهذا هو الشعور الطبيعي عندما نكون في المسجد الأقصى المبارك. لكن يعتصر القلب ألما على من منعهم الاحتلال من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، على الحواجز العسكرية التي يفرضها الاحتلال كالطوق على المسجد الأقصى المبارك وعلى القدس، وبذلك يمنع كثير من أهلنا، من شباب الضفة الغربية، من أهلنا في قطاع غزة أن يتوافدوا وأن يصلوا هنا في المسجد الأقصى المبارك وأن يعتكفوا فيه. أيضا يعني يعتصر القلب ألما على الاقتحامات التي تدنس المسجد الأقصى المبارك في نهار رمضان، وخاصة ما رأيناها اليوم هو ليس فقط اقتحامات للمستوطنين، وإنما أيضا اقتحامات لقوات عسكرية مدججة بكل أنواع السلاح، وأيضا كان هناك اعتداء وعلى يعني على قدسية هذا المكان. بالرغم من كل ذلك، بالرغم من كل ما يقوم به الاحتلال، إلا أن تحدي سياسات الاحتلال وتحدي حواجز الاحتلال لن تحول دون الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك. الشعور ممزوج بشعور الطمأنينة والسكينة والشعور الجميل مع ألم وجود الاحتلال في القدس وفي المسجد الأقصى المبارك. حضرتك من الداخل الفلسطيني من اللدوة، بنلاحظ انه اهالي الداخل الفلسطيني دائما متواجدين في المسجد الاقصى المبارك اسبوعيا، يعني باصات تصل الى المسجد الاقصى المبارك، وفي الشهر الفضيل تتضاعف الزيارات. نحكي عن هذا الموضوع الهام. يعني طبعا اهلنا في الداخل الفلسطيني واهلنا في القدس هم بقوا الرافد الوحيد للمسجد الاقصى المبارك، وفي السنوات الأخيرة كانت هناك صحوة حقيقية عند أهلنا في الداخل الفلسطيني، وبدأوا يسيروا الحافلات إلى المسجد الأقصى المبارك، بدأوا يعني يسيروا إلى على مدار الأسبوع في كل الصلوات. هناك من يخرج من بيته من الشمال ومن الجليل الساعة 12 ليلا ليصل هنا إلى صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، يعني بالرغم من عناء السفر الكبير لأهلنا من الجليل، من المثلث، من النقب، إلا أننا نرى أن هناك توافد كبير من أهلنا في الداخل، يأتون هنا هم وأولادهم وأطفالهم وأزواجهم، يأتون أيضا بطعام الإفطار ويتناولون طعام الإفطار هنا في المسجد الأقصى المبارك. حلقات تناول الإفطار التي تنتشر في المسجد الأقصى المبارك، كل عائلة تقف وتتحولق حول بعضها، هو يعني حق خالص للمسلمين، هو أحد المساجد التي تشد الرحال إليها. طبيعي جدا أن يتوافد الناس إلى المسجد الأقصى المبارك. الغير طبيعي هو وجود الاحتلال، الغير طبيعي هي الاقتحامات، الغير طبيعي هي الحواجز العسكرية، الغير طبيعي هي وجود قوات عسكرية مدججة بالسلاح على بوابات المسجد الأقصى المبارك. لكن نحن أملنا كبير جدا بوعد الله سبحانه وتعالى. Thank you.